كمان الحادثة، طرق الموت في مصر مع أكثرها، الحادثة كانت بشعة جدا في الشرقية، تصادم 4 ماتوا واتنين أصيبوا، لكن كمان لو شفتوا اشتعال النار في السيارة مشهد مأساوي ومؤلم، وده هتلاقوه لأسباب مختلفة، الموت على الإسفلت في أسباب متعلقة بالسرعة وأسباب متعلقة بسوء الطريق وأسباب متنوعة، لكن نزيف الإسفلت في مصر يحصد المزيد من الضحايا. رحت المستشفى أخوك مات، في حادث مروع هز أرجاء محافظة الشرقية، لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح بالغة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق الصالحية الجديدة بالشرقية. اتصل علي قال تعالى في حبك حب الحادثة جيجر على هنا، الناس ما طلعت، فين ابني يا ولاد؟ قال في الصالحية، ابني مات يا ولاد؟ قال لا، إن هو كان في مصر وجاي ومشي بمكسلين يا أم صار بيت والناس كلها طلعت والبلد كلها طلعت، وأنا فضلت قاعد ما قدرش أتحرك لغاية لما جاي الخبر الأسود وقالوا ابنك رحمة الله عليه ابنك مات. شفت عربية ابني معمول فيها ايه؟ يعني مش خطأ، دي كانت سكران، دي كانت عبد، منظر الحادثة مش منظر خطأ، الخطأ بيخبطوا في الجانب، يخبطوا في رفرف، يخبطوا في أي حاجة، طبق رفرف، لكن دي قلم العربية وركب فوق منها ووقعها في النقرة وقلبها والناس فيها. اجت عربية نقلة ومكترتين راحت طلع فوق الميكروباص مع جنيه كسرنا القزيز اللي ورا، طلعنا منه احنا الستة، فضل 4 في الميكروباص، يقول الحقونا الحقونا مش عرفنا نلحق، وراحت العربيتين المولعي. ابني يا ولاه، ابني اللي راح مني اللي انحصد، ابني اللي انحصد، ابني يا ولاه، ابني يا ولاه، ابني شوف العسل، شوف الابتسامة الحلوة، ابني ودنا ونور عيني، العربية طلعت عليهم بدلتهم يا ابني، نور عيني مش انهم ابوهم ميت في رمضان اللي فات ده، لسه له 7 أشهر ولا عجبوش، ولدنا الاول بيصرف علي وعلى اخواتي، هو الكبير فيهم محمد. يا محمد يا حبيبي يا نور عيني يابا، انت نور عيني يابا، سنك صغير بس مخك كبير يابا، فاهم الدنيا ماشيه ازاي. احنا ما عرفنا بالحادثه، طلعنا لقينا العربيه متساويه بالارض، متساويه بالارض بتاع النقل خش فيها سواها بالارض، الله اعلم ان كان شرب مخدرات بتاع النقل متعاطي حاجه، الله اعلم. فاحنا عاوزين طبعا حق ابننا، عاوزين حق ابننا بالقانون. الوضع اللي احنا شايفينه ده سكران، اللي احنا شايفينه بيقول ده سكران، لا مش كان في وعيه خالص، مش ممكن واحد واخد طريقه وهو داخل عليه، وكل ما يمل برضه داخل عليه، كل ما يمل يفدي نفسه برضه داخل عليه، لحد ما جلب بيه العربيه والعربيه ولعت وربنا يرحمه. 4 أسر دمروا، الراجل اللي مات ده ساب اسره وراه 6 عيال وساب ورا اسره، فدي السواق كل واحد سواق يضرب لا عربيه يسيبوه، لا المفروض الحكومه تجيبه صاحب العربية يجيبه غصب عنه بالبطاقة بتاعته
ويجيبوا يتقدم للقضاء وياخذ جزاء واعدام. فين قانون المرور الجديد اللي يعاقب السواق انه يقتل اربعة الفار، ابن اخويا وابن اختي وابن اخويا واثنين تانيين، اربعة الفار كلهم لا اه ولاد كلهم من عيله واحده. ازاي يعني؟ والسواق امبارح ايه؟ راح اتعرض على النيابه وهيطلع النيابه تطلب على العقاب. اتعرض على النيابه يقتل اربع ارواح، هيتعرض لا اتمسك، هيتعرض النهارده على النيابه وهيطلع طلب على العقاب. فين قانون المرور الجديد اللي هم بيقولوا عليه؟ حالهم صعب والله يا بيه، حالهم صعب. ما الناس رايحه تشتغل، بيطلع من بيته من السبت للسبت، يطلع السبت عشان ياكل عيش، يرجع الخميس يعني الخميس يجي عليه ما يرجيش بيته اساسا يعني. انت راكب عربيه، انت ما انتش شايف اللي قدامك؟ تركب فوق عربيه ميكروباص تموت اللي فيها، تموت اللي فيها. فيعني يعني احنا بنناشد الساده المسؤولين، بنناشد الساده المسؤولين يجونا هنا ويشوفوا المنظر ويشوفوا الناس.